سلام، اهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعي ومشاهدي قناة تي في فريكونسيز، القناة الخاصة بالترددات والمعلومات الجديدة عن الأقمار الصناعية وخاصة القمر الصناعي أنيسات. سأقدم لكم أحبائي أخبار جديدة وترددات قنوات. لكل من يسأل عن قناة مسلسل وادي الذئاب الموسم الرابع، تقدمه قناة 12 بغداد التي تبث على التردد 12604 معدل ترميز 27500 والاستقطاب عمودي. هذا التردد ستظهر عليه قناة 12 بغداد التي تقدم المسلسلات التركية. أيضا أحبائي التردد 11938 معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي. التردد حزمة عامة ستظهر عليه قناة ميكس بالعربي التي تقدم مسلسل قبول. مشاهدة طيبة وممتعة أتمنى لكم أحبائي المشاهدين والمتابعين الأتقياء. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.